منتجات يورا كرافت، عندي هنا مباخر شغل يدوي، تجي هنا بوكس مقهرة مع علبة بخور. ما شاء الله عندنا بخور شغل ايدنا وجميع انواع الميك اب والارواج ودراعات كلها تفصيل. احد المشاركات ما شاء الله شين للتصوير والمونتاج، تابعين جمعية البر بالدمام. الأستاذة مها الحجي مسؤولة الأسرة الرائدة في جمعية البر بالدمام، حياك الله أستاذة مها. الله يحييك أستاذ طارق. أقوم بدعم الأسر المنتجة ومشاركتهم معنا في معرض الأناقة والترفيه. حياك الله، يعني هذه جميع المشاركات بتكون عن طريقكم. نعم، ودعم من قبلكم. تسع مشاركات. نعم، عن طريق جمعيتكم. حياك الله الأستاذة مها وما قصرتم، يعطيكم العافية.